انا مورستار اكاديمي درت بزاف ديال الاعمال اللي يعني واخا انا دابا كنقول بان بدايتي هي دادا حياني وداك الشيء كله اللي فات، يعني اشياء كنت بحال كنجرب راسي فين انا، كنقلب على راسي انا شنو الحاجه اللي غتجي معايا. كنت فخوره بديك الاعمال والحمد لله الناس اللي كيتبعوا كيتسناو ديما غير الجديد ديالك. كنظن هذا الشيء هو اللي خلاني نبقى متواجده لحد الان، ما كنكافح وكنحاول وكنتقاتل وكنطيح وكنوض باش ندير داكشي اللي بغيت. الاغنيه المغربيه كاغنيه مغربيه شبابيه غادا في طريق مزيانه، بيان سور ما خصناش نساو الاغنيه القديمه مره مره، يعني احنا خصنا نحاولوا نديروا دي كافر الاغاني القديمه وداكشي. كاين بعض الاعمال عجبتني، بعض الاعمال صافا، بعض الاعمال يا كتحس بانه، لكن انا بحكم انني فنانه وعارفه الكواليس ديال الان برودوي كيفاش كيدار، فكنقدر عمل كل فنان خرجه سواء لقى اصداء ايجابيه او سلبيه، وفقط يعني هذا هو رايي.